حضور الكريم لولا توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بمحافظة جنوب سيناء وتحديدا ما نقف فيه الآن منطقة التجلي الأعظم، والذي قام سيادته بإعطاء الكثير من التوجيهات خلال الفترة الماضية لنستطيع أن نقف في هذا الإنجاز الذي نقف فيه اليوم، وبمتابعة دقيقة من معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوما بيوم لكل ما يتم تنفيذه في مشروع التجلي الأعظم. لما أنجزنا هذا الإنجاز الكبير والذي نحتفي اليوم واحدة من الجوائز التي تعكس مدى الاهتمام بكل تفصيلة من تفاصيل هذا المشروع. فليتفضل السيد حاسم حميدة المدير التنفيذي لشركة إيزري في شمال إفريقيا، وليتفضل لتسليم الجائزة للسيد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك كأول جهة بمصر تفوز بهذه الجائزة العالمية رفيعة المستوى في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية.